شكرا أخ دانيال. أول شيء حضرة العميد قدس الأرشمندريت يعقوب خليل المحترم، قدس الأساتذة والآباء المحترمين والطلاب المحترمين. اليوم رح أتناول موضوع حمل الهوية. ففي مسألة حمل الهوية نجد أنفسنا محاطين بأسئلة وتحديات تجعلنا نغوص أكثر في أعمق جوانب ذواتنا وحياتنا، وهذه التحديات التي نجبهها يمكن أن تكون من جهة مثيرة وملهمة، من جهة ثانية. ففي مسيرة حمل هويتنا نجد أنفسنا نبحث عن جوانب مختلفة في ذواتنا وفي كينونيتنا وفي كيفية تأثيرها على سلوكنا الشخصي والاجتماعي. في كلامي على الهوية لا أعني بطاقة شخصية تحمل اسم المرء وتاريخ ميلاده وعمله وما إلى ذلك، بل أعني حقيقته المطلقة وصفاته الجوهرية بكل معالمها وخصائصها المميزة وأصالتها، وإدراكه لذاته وحفاظه على تكامله ووعيه لقيمة سلوكياته وأفكاره في مختلف جوانب حياته. بكلام أدق، الصفات الجوهرية للهوية الشخصية تعتمد أولاً على تكوين المرء ككائن بشري مخلوق على صورة الله ومثاله، ومن ثم بعد السقوط على ما ورثه من حالة العطب والموت، ومن ثم من عمل الخلاص الإلهي في التجسد. أما على الصعيد البشري فأيضا تعتمد على تفاعلات ومكونات مختلفة تتكون فيه منذ الطفولة من خلال تربيته في جو أسرته، حيث يتم أولا بناء هويته الشخصية الصحيحة وفقا لسجية الكنيسة. وفي هذه البيئة العائلية في الأسرة المسيحية يعد الإنسان منذ الطفولة أهلا لنعمة المعمودية المقدسة، فيها يخلع هوية إنسانه القديم المستعبدة لإبليس ويتجدد بالروح القدس متحدا بالمسيح يسوع ومشتركا في موته وقيامته ليكون إنسانا جديدا متجددا على صورة خالقه، وبذلك يحمل هوية بنوته في رعية المسيح المقدسة وعضويته في الكنيسة الرسولية المقدسة، وهكذا ينمو ويتربى المعمد في جو أسرته ووالديه وبعناية عربيه، سالكا بحسب وصايا مواطنيته وقوانينها، وحافظا هويته نقية بمقتضى طبيعتها الحقيقية. لذلك يشدد صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر ومعه المجمع الأنطاكي المقدس مرة بعد أخرى على دور الأسرة في تكوين أصالة هوية الفرد والجماعة الأرثوذكسية في الكنيسة الأنطاكية، فينبهون أنه إذا لم تسترشد العائلات الأرثوذكسية بتقليد كنسي وروحي ملائم فستكون هوية أبنائهم مشوهة. عندها يتخلى هؤلاء عن ذواتهم الحقيقية وعن صفات هوياتهم الجوهرية، فيتبنون هويات تظلم أفكارهم وألبابهم وتقلق أفكارهم وقلوبهم وتزعزع علاقاتهم الصحيحة بأسرتهم بزوجاتهم وأطفالهم ومجتمعهم، وتزهف إلى اتخاذ هويات ساقطة لها تبعات مميتة. غير أن المرء إذا حافظ على هويته الأرثوذكسية في أسرته سالمة فإن منافعها تمتد أيضا إلى جماعاته الروحية والاجتماعية، بحيث تسهم هذه الجماعة في تثبيت هويته الروحية والاجتماعية. ومن ثم تأتي تأثيرات التعليم والثقافة والمشاركة في مجتمعات متعددة الثقافات أيضا على وعي المرء لهويته وعلى إبراز خصائصها وميزاتها. في هذا المجتمع المعاصر المليء بتغييرات في البيئة والمفاهيم الاجتماعية والأخلاق وفي العوامل النفسية والعاطفية والاجتماعية والثقافية، يشبه المرء تجارب وتحديات تمثل دورا إما في بلورة هويته أو في إفسادها وتقبيحها. ناهيكم عن تأثير الإعلام والتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة الرقمية في تشكيل آراء الناس وتصوراتهم عن أنفسهم والمجتمع من حولهم. لذلك على المرء أن يحيا في إطار روحي وخلقي صحيح ليحافظ على نقاء هويته وسط مجتمع يعيش أزمة هوية. ففي المجتمع الحديث هناك ظاهرة تبني الأفراد لعناصر مختلفة تمتد إلى جوانب متعددة من حياتهم الاجتماعية والمهنية، تدعو إلى الأخذ بهويات علمانية يعني دهرانية ناتجة عما يشبهه الفرد في المجتمع المتغير بسرعة فائقة. وهنا يمكننا أن نستكشف بعض أنواع هذه الهويات المعاصرة بإيجاز. أولا، الهوية المعولمة. في عالمنا المترابط تمتزج الثقافات والتقاليد معا، فتؤدي إلى زعزعة الحفاظ على الهوية الثقافية أو الشخصية التقليدية المتوارثة في خضم تأثيرات عالمية. فالعلمانية السيكولاريزم أو الدهرنة تتزايد كوكبة وعولمة، فتؤثر تأثيرا كبيرا على ثقافة العصر وعلى ظروف مادية وبشرية واجتماعية وعلى نظم بيئية وسياسية مختلفة. من خلال ذلك يتقدم ولع العولمة الجلوباليزيشن أو الكوكبة إلى تحطيم هويات كانت قائمة منذ زمن قريب. ثانيا، الهوية الرقمية. أدى ظهور الوسائل الرقمية للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إلى خلق أبعاد جديدة للهوية. أصبح لدينا وجود رقمي يمثل هويتنا على الإنترنت، فيمكن للأفراد بناء هويات رقمية مختلفة تماما عما هم عليه في الواقع. وغالبا ما يلتصق الجيل الجديد بالعالم الرقمي، مما قد يؤدي إلى تماهي هويتهم ووعيهم مع واقع افتراضي وإلى شعور بالانفصال عن ذواتهم الحقيقية، وهذا يمكن أن يخلق ارتباكا حول من هم حقا. الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية تسمح للأفراد بتشكيل صورة معينة عن هويتهم، فالتكنولوجيا السريعة التطور مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي تبني هويات بديلة في عوالم افتراضية. ثالثا، هناك الهويات الجنسية. ففرويد ربما كان أكثر من أي مفكر آخر مؤثر في عصرنا وفي عصرنا الحالي، فهو من وضع الفكرة المتطرفة التي مفادها أن البشر منذ الطفولة فصاعدا تحركهم بشكل أساسي رغباتهم الجنسية. لذلك وفقا لفرويد فإن دوافعنا ورغباتنا الجنسية ليست مجرد جوانب هامشية من ذاتيتنا، بل إنها تكمن في جوهر هويتنا. واليوم توسعت المناقشات حول الهويات الجنسية المتعددة، مما يشكل تحدياً للمعايير التقليدية القائمة منذ زمن قريب. رابعاً، الهوية المهنية والاقتصادية. الإنسان الاقتصادي الإيكونوميك مصطلح يستخدم غالباً في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية لوصف الفرد الذي يلتزم بشكل أساسي الأنشطة الاقتصادية ويستمد وعيه بذاته من خلالها. إنه يتميز بعدة سمات رئيسة، منها تعظيم المنفعة والرفاهية والكفاءة والإنتاجية، وهناك الاستهلاك والتسويق مع التركيز بشدة على أهمية الممتلكات المادية والنجاح التسويقي لاستهداف الأفراد وإثارة اهتماماتهم في ازدياد القنية والأموال. وفي مجتمع ترتبط فيه مهنة الفرد غالباً بهويته، يمكن يفكر الأفراد بعمق في هويتهم المهنية، ويمكن أن يكون العمل وهوية الفرد متشابكين بشكل وثيق، بحيث يشكل العمل جزءاً كبيراً من هويته في حياته المهنية. خامساً، الهوية الإيديولوجية والسياسية. تشير الهوية الإيديولوجية والسياسية إلى مجموعة معتقدات الفرد وقيمه وانتماءاته المتعلقة بالقومية والسياسة والحكم والحرب والسلم، وهي تشمل المبادئ التي توجه آراءهم ومواقفهم ومشاركتهم في العملية السياسية. ويمكن أن تكون هذه الهوية جانباً مهماً من المفهوم الذاتي الشامل للشخص، ويمكن أن يؤثر الاستقطاب الإيديولوجي والانقسامات السياسية على الهوية الشخصية نفسها. وقد يكافح الناس من أجل موائمة معتقداتهم مع وعيهم بالذات، خاصة عندما تكون محاطة بوجهات نظر متضاربة. هذا يدل على أن هناك أزمة هوية. يمكن أن تؤدي أزمات الهوية إلى ازدياد الاضطراب والارتباك والقلق والاكتئاب، إلى صراعات مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، خاصة إذا تعارضت معتقداتهم مع معتقدات الأشخاص من حولهم. فقد يعزل بعضهم أنفسهم بسبب صراعاتهم، فقد يجدوا أنفسهم في صراع دائم بين هذه الهويات المتنافرة، مما يؤدي إلى توترات وإجهاد. ويمكن أن تؤدي أزمة الهوية إلى تحول في المستوى الأخلاقي، هناك انحطاط في المستوى الأخلاقي، وقد يصبحون أكثر تقبلا لوجهات نظر أخلاقية مغايرة لمعتقداتهم، أو يتبنون مبادئ أخلاقية جديدة تتوافق مع هوية يتبنونها. كل هذه الهويات ستكون ساقطة ومائتة ما لم ترتبط بالله نفسه. إذن لنحكي عن المفهوم اللاهوتي للهوية. نحن كأرثوذكس نؤمن بأن مفهوم الهوية يختلف اختلافاً تاماً عن هذه المقاربات العلمانية الدهرانية. إنه مفهوم لاهوتي يعود إلى الثالوث الأقدس، وإلى خلق الإنسان على صورة الله ومثاله، كما ذكرت في المقدمة. يقول القديس يوحنا الدمشقي حينما يقدم نظرته اللاهوتية إلى طبيعة الله والوحدة بين الأقانيم الثلاثة، فيؤكد أنه رغم تميز الأقانيم الثلاثة فإنها لا تنفصل، فالأقانيم متحدون دون اختلاط، ومتميزون دون انقسام. بدي أعيد: الأقانيم متحدون دون اختلاط ومتميزون دون انقسام. إن الله جوهر واحد ولاهوت واحد وقوة واحدة ومشيئة واحدة وفعل واحدة وفعل واحد ورئاسة واحدة تؤكد طبيعة الله غير المنقسمة. يسلط القديس يوحنا الضوء على وحدة الثالوث فيقول إنه كامل في كل صفاته، فهم يعني الأقانيم واحد لا كثرة. فوحدة الهوية، بيقول وحدة الهوية في كل الصفات إنما تشير إلى واحد لا إلى كثرة. ولكن الجوهر لا يمكن أن يوجد من غير إقنوم، والإقنوم لا يوجد من غير جوهر. فالجوهر البشري هو ما يشترك فيه البشر الذين لهم الجوهر نفسه، والبشر يشتركون في خصائص إنسانية مشتركة لأنهم ينتمون إلى الجنس البشري، ومع ذلك فكل فرد يمتلك سمات فريدة تميزه عن الآخرين ويشار إليها باسم الشخص. هناك فارق طبعا بين الخالق والمخلوق، لكن ذكرنا للإله الثالوثي هو مثال مفيد وليس مخططا مباشرا لكيفية إقامة علاقات إنسانية، فإنه يلهم البشر في المحبة والحرية والانسجام في العلاقات الإنسانية. إننا كأرثوذكس نؤمن بأن تفرد هويتنا هو تحديد صفات تميز هوية عن أخرى. لقد عرض ذلك عرضا واسعا لاهوتيون وأباء عظام مثل ديونيسيوس الأريوباغي وغريغوريوس وغيرهم، يشير عندهم الوعي الذاتي إلى وعينا بوجودنا وإلى اليقين بأننا موجودون ككائنات مميزة، وهذا التمييز ما نسميه الآخر أو الغيرية، وهي صفة مطلقة لا يمكن الاستغناء عنها في تحديد وجودنا. إذن يرتبط الوعي الذاتي والغيرية بالذات وبالآخر ارتباطا جوهريا بعلاقاتنا ومراجعنا. كل هوية لديها القدرة على الارتباط بالآخرين والتركيز على شخص ما أو شيء ما، وأن تكون هوية كاملة. تدل الهوية في المقام الأول على أن الإنسان كائن علائقي ومشارك في النعمة الإلهية، ومنها يكتسب الوعي الذاتي والغيرية. الهوية أو الهوية تتطلب تواصلا مع الآخرين ورفضا لفكرة العزلة وقبولا لوجود الهوية عند الآخرين. إن مفهوم الهوية جزء لا يتجزأ من لاهوت الكنيسة. هناك ثلاث سمات مميزة تحدد الهوية. أولا الحرية أو السلطة الذاتية، الأفتكسوسيون. ثانيا المحبة اللا أنانية المعروفة عند العرب بالإيثار، يعني المحبة اللا أنانية. وثالثا الصفة الفردية والفذة لكل بشر. هذه الصفات تتحقق بالكامل في الله الكائن بذاته والمتجسد جودا بالنفس في محبة حقيقية لا مثيل لها. لكي تكون هويات البشر حقيقية عليهم إقامة علاقة وشركة مع الله. يقدم اللاهوت الآبائي الهوية على أنها صورة الله ومثاله. فهناك طريقتان لوجود الهوية: هناك الوجود البيولوجي، وثانيا الوجود الكنسي. تمثل الأسرار المقدسة دورا مهما في ولادة الهوية الكنسية، ولذلك فإن الهوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسرار المقدسة والمشاركة فيها لتكون هويتنا حية في المسيح يسوع. لا يمكن تحقيق الوعي الذاتي من دون نهج روحي متكامل ينطلق من صلب الإنسان القديم وإزالة جسم الخطيئة وتجديد للروح عبر السيطرة على الذات أو المعروفة بالكنيسة بالإمساك. فمن دون تجاوز الوجود البيولوجي البحث لا يمكن للمرء أن ينمو من كونه صورة الله إلى كونه على مثاله، أي من كونه صاحب لب يعني نوس وإرادة حرة إلى أن يكون على مثاله في الفضيلة قدر الإمكان. إذن هناك بعد نسكي للهوية. إذن إن للهوية بعدا زهديا نسكيا يمارسه الذين يركزون على التيقظ الروحي. إن إهمال هذا الجانب الروحي للهوية يحول المسيحية إلى مجرد إيديولوجية. إن الهدوئية المرتبطة بالحياة الأسرارية ضرورية لكمال الهوية، فالنسك وعيش الحياة الأسرارية يترابطان ويتكاملان. إذن يتم الكشف عن الهوية من خلال النص اللب والنعمة الإلهية، ومن هنا يتحول أو يتم التحول من واجهة الهوية السطحية إلى الهوية الحقيقية. وهذا التحول هو بمثابة إعادة الولادة، فهو تحول بالنعمة الإلهية من كونها صورة إلى هوية حقيقية. ترتبط أيضا الهوية ارتباطا وثيقا بالنور غير المخلوق وبالمحبة اللا أنانية، يعني بالإيثار. فالهدوئية أي اكتشاف قلب الإنسان هي طريق إلى نهضة روحية توصل إلى وعي الهوية. ومن جهة أخرى هناك علاقة الله بنا بحب وحرية في سياق حياتنا الزوجية والعائلية والعلاقات الأسرية، وهذه العلاقة تعكس صفات الحب الإلهي وحرية الإرادة الموجودة في الثالوث الأقدس. وهنا تؤكد أهمية الحب الحقيقي والإيثار في علاقاتنا العائلية وفي علاقاتنا مع الآخرين، والحاجة إلى النمو الشخصي والتحول الداخلي للتغلب على سلوكيات سلبية تؤدي إلى الانقسام والعداء. من جهة نظرنا الأرثوذكسية، هويتنا الحقيقية تشمل جوانب مختلفة من كياننا يكشفها لنا الله نفسه، كما وصفها القديس أفرام السوري أو السورياني. لقد أعطانا الله، بيقول القديس أفرام، لقد أعطانا الله مرايا تسمح لنا أن نعكس صورته. إذا كنا على استعداد لاكتشاف هويتنا فنحن مخلوقون لنعكس صورته. تمثل هذه المرايا عالمنا الداخلي، ومن الأهمية أن تظل هذه المرايا واضحة ومصقولة حتى نتمكن من إدراك هويتنا الحقيقية ونعكس الصورة الإلهية بداخلنا. لما كتب القديس أفرام هذا الكلام لم تكن المرايا تصنع من الزجاج كما هي اليوم، بل كانت تصنع من معادن مختلفة تتشوه مع مرور الوقت وتفقد وضوحها. فكما تسود يعني تصبح سوداء المرايا القديمة مع مرور الوقت، هكذا يمكن أيضا أن تصبح حالتنا الروحية سوداء غامضة وملوثة. وكما تحتاج المرايا المعدنية إلى تلميع وإعادة صقل، هكذا تحتاج مرآتنا الروحية الداخلية أيضا إلى تلميع واهتمام دائم لتبقى لامعة وشفافة. يردد القديس أفرام برشاقة أسلوبه اللازمة الريفرين، يعني يقول: تبارك تبارك من جل مرآتنا، تبارك من جل مرآتنا، أي من كشف صدأها وصقلها وعزز وضوحها الروحي الداخلي. إذن الحفاظ على وضوح مرايانا الداخلية وعلى صقلها يتطلب جهدا مستمرا. من خلال نعمة الله يمكننا تطهير نفوسنا وتنقيتها باستمرار والسعي إلى الوحدة مع قوى الله غير المخلوقة. إن عملية صقل الهوية هي بمثابة السير وفق الروح. إذن من الضروري أن نحافظ على تركيزنا على تلميع مرايانا الداخلية لنتلقى مزيدا من النعمة ونعكس صورة الله بشكل أكثر سطوعا. أما إهمال ذلك فيؤدي إلى اسوداد الأفق أمام وعينا الذاتي والمخاطرة بطمس هويتنا. فعندما تصبح مرايانا الداخلية قاتمة فإن ذلك يعيق عرض صورة الله بوضوح في العالم ويمنعنا من الشهادة لله ومن أداء مسؤولياتنا كمسيحيين. إذن يحثنا القديس أفرام على أن نضع مرايانا في سلم أولوياتنا لنبرز هويتنا من خلال علاقتنا مع الله وتفاعلنا مع الآخرين. ومن خلال القيام بذلك فإننا نحمي هويتنا من الصدأ والتشوهات والاضطرابات التي يسببها الشر فينا. هناك أيضا عند بولس الرسول الهوية الجديدة هي خلق جديد في المسيح. في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الفصل 5:16-17 يقول الرسول بولس: فنحن لا نعرف أحدا بعد اليوم بحسب الجسد، فإذا كنا قد عرفنا المسيح يوما بحسب الجسد فلسنا نعرفه الآن هذه المعرفة، فإذا كان أحد في المسيح فإنه خلق جديد، فإنه خلق جديد، قد زال العتيق وها كل شيء قد صار جديدا. إذن الحياة الجسدية هلكت وولدنا من علو في الروح القدس وأوتينا هوية جديدة وحياة سماوية. يقول الذهبي الفم، بأقتبس منه، بيقول: سمعتم اليوم بولس المبارك عراب عروس الكنيسة يكتب ويقول: فمن كان في المسيح فهو خلق جديد. ولكي لا نفهم أن ما قيل يشير إلى خليقة منظورة، يضيف: من كان في المسيح، معلما إيانا أن كل من يؤمن بالمسيح يتجلى خلقا جديدا. قل لي أيهما أكثر نفعا، إن شاهدت سماء جديدا وأجزاء من الخليقة، أو إن شاهدت إنسانا ينتقل من الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الحق؟ هذا ما سماه بولس المبارك خلقا جديدا، وللحال أضاف: قد زال العتيق وها كل شيء صار جديدا. بهذا يبين أن المؤمنين بالمسيح خلعوا عنهم حمل خطاياهم كلباس عتيق، وتحرروا من ضلالهم واستناروا بنور البر، ولبسوا هذا اللباس الملوكي الجديد اللامع. هون بينتهي يوحنا الذهبي الفم. هذا اللباس الملوكي هو لباس من يحمل هوية جديدة في المسيح. فعندما نتحدث عن هوية جديدة في المسيح فإنما نشير إلى أننا أصبحنا مواطنين في حياة جديدة، وأعدنا تنظيم حياتنا من جديد، وأصبحنا مدركين أن كل أن كل ما نقوله ونفعله هو لكرامة الساكن فينا. أيضا هذا بيشير إلى يوحنا الذهبي الفم. إذن الخلق الجديد هو سكن روح القدس في نفس طاهرة لا وصمة فيها. يمنح هذا الاتحاد بالمسيح هوية واهب الحياة، فحياتنا في المسيح هي الركن الركين لهويتنا، وهذا ما قاله القديس بولس في رسالته لأهل غلاطية 2:20: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. رح أنتهي بالحديث عن الهوية الأنطاكية. يقول الذهبي الفم، أقتبس من تفسيره لمواعظ هي على رسالتي بولس إلى الكورنثيين، بيقول: يكرم الله جنس البشر تكريما عظيما حتى جاد بابنه، وبما أنه كان عالما أنه سيذبح فجعلنا رسلا من أجلكم، لقد أحسن في قوله كل شيء هو من أجلكم، فنحن للمسيح سفراء، أي بالأصالة عنه لأننا نقبل ما له. لكن إذا ظننت أن هذا هو أمر عظيم فاسمع ما يلي، فيبين أنهم لا يفعلون ذلك عوضا منه فحسب، بل عوضا من الآب أيضا. هذا يوحنا الذهبي الفم. إذن نحن لا نحمل هوية المسيح في خلق جديد فحسب، بل نحن للمسيح سفراء ورسل، فإن لم نكن له سفراء ورسلا فنكون قد نلنا نعمة الله عبثا. أما حين نتبنى هوية الإنسان القديم ونصبح غرباء عن أصالة هويتنا بنكراننا لصورة الله ومثاله، لا يكون المسيح فينا. وإذا ما تخلينا عن هوية رسوليتنا فهويات هذا العالم تتقاذفنا وتقودنا إلى هلاك مدمر غير عالمين من نحن. إذن العلمانيون أو الدهرانيون يتمسكون بهويات ساقطة فيعجزون عن اكتساب هويتهم الرسولية لأنهم لا يرون ميزاتها ونعمها. فمن دون معرفة تاريخ الرسل وتراثهم تكون هويتهم ضائعة وذاتيتهم مظلمة، أي يبقون جاهلين لأنفسهم ورافضين لذواتهم ومتنائين عن خبرة تأله قديسيه. في أنطاكيا نحن نحمل هوية الرسولين بطرس وبولس، فمرتكز الرسول بطرس تقوم على اعتباره مستحقا لأن يشهد تجلي المسيح على جبل طابور، وهي تجربة منحته رؤية قوى المسيح غير المنظورة وغير المخلوق. تقوم أيضا على إعلان الرسول بولس عن نور مشرق أحاط به يفوق سطوع الشمس، كما ظهر بأعمال 26:13، يفوق سطوع الشمس في أثناء توجهه إلى دمشق. حدث هذا في منتصف النهار، فرأى بولس نورين متميزين، نورا ماديا تدركه عيناه الجسديتان، ونورا غير مادي تدركه بصيرة روحه. وعلى هذا الأساس قام تراث آباء أنطاكيا الذي هو هويتنا المسيحية المعروفة بصفاتها وخصائصها المميزة كالتأله والخلافة الرسولية والاستمرارية العقدية والأسرارية وحمل الرسالة الأصيلة إلى العالم وغيرها. كل هذه الأمور هي سمات الهوية المسيحية. أنهي كلامي باقتباس لقول من القديس باسيليوس الكبير، بيقول: ما هي سمة الذين يأكلون خبز المسيح ويشربون كأسه؟ إنهم يحفظون دوما ذكرى من مات من أجلنا وقام، ما هي سمة حافظي ذكرى كهذه؟ إنهم لا يعيشون لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام من الموت. ما هي سمة المسيحي؟ يربو بره، يعني يزيد بره في كل شيء على بر الكتبة والفريسيين وفق معيار التعليم بحسب إنجيل الرب. ما هي سمة المسيحي؟ أن يتحابوا كما أحبنا المسيح. ما هي سمة المسيحيين؟ أن يروا الرب دوما أمامهم. ما هي سمة المسيحي؟ أن يكون متيقظا كل يوم وساعة ومستعدا في كمال يسر الله، عالما أن الرب سيأتي في ساعة لا يخالها. وشكرا. إذا في أسئلة. نعم عم نسمع، تفضل. الله معك أبونا دمسكينوس، الله يخليك طول عمرك. أنا بالمحاضرة ذكرت أنه هناك بعد نسكي للهوية. الهوية ما فيها تكون هوية من دون هالبعد النسكي، لأنه الهوية تقوم على التيقظ الروحي. فقلت أنه إذا الإنسان أهمل هالجانب الروحي بيحول المسيحية لإيديولوجية عادية. إذا هناك طريقتين، في الطريقة الهدوئية النسكية والطريقة المرتبطة أيضا بالحياة الأسرارية، وهن ما بنقدر نفصلهم عن بعضهم. إذا هناك إذا ما في نسك فهناك واجهة سطحية، ذكرت هناك تسطيح للهوية، ما في هناك هوية حقيقية. لذلك الإنسان لا يمكن أن تكون عنده هوية حقيقية إلا إذا ارتبط بالنور غير المخلوق. ما هيك؟ هدول النقطتين اللي قلتهم، النور غير المخلوق وبالمحبة اللانانية. إذا ما كانوا هالاثنين موجودين لا يمكن الإنسان أن يفهم، أن يعي ذاته، لأنه هو وعي الهوية هو الأهم بالموضوع، أنه كيف يعي الإنسان هويته. لذلك هناك الهوية النسكية وهناك الهوية الموجودة في العالم من خلال الزواج والعلاقات العائلية التي ذكرتها. فهدول العنصرين هدول مهمين جدا لفهم الهوية الحقيقية. إذا ما في نسك إذا ما في نسك الإنسان يتبنى هويات ساقطة وقد تميت، وذكرت منهم هالهويات اللي ذكرتهم بالأول. تفضل. على تفتيش لهالهويه. وبعدين برجع بسمع اللي حكيته بالاخير عن القديس يوحنا الذهبي الفم، انه عم بيقول انه مع انه نحن مخلصنا صلب، ولكن نحن شهداء لإله ومبشرين لإله. فانا عم بسال يعني نحن اليوم حتى نقدر فعلا نقدر نصيد هالناس اللي موجودين وعم بيغيبوا، هل يا ترى نحن لازم نلبس الهوية المسيحية فقط، ولا علينا أيضا أن نحمل الهويات القاتلة الأخرى؟ عم بجيب الفكرة من عند أمين معلوف، الهويات الميتة الأخرى اللي أنت ذكرتهم كمان، حتى نقدر نبشر، تنكون مثل سراج موجود على المنارة، نقدر نعطي من هذا النور للآخرين. شو رأيك أبونا بهذا الموضوع؟ شكرا على السؤال. يعني الغاية من المحاضرة هيدي هي إنه نحن عنا رسالة حمل هالهوية. أول شيء لازم نحن ننطلق من ذاتنا، إنه نعي هويتنا، وبعدين ننقل هذه الهوية للآخرين، لأنه معظم شعبنا اليوم في الرعاية المنتشرة في العالم معظمهم عندهم هويات ضائعة أو بيتبنوا هويات مختلفة غريبة. أنا ذكرت 5 منها اللي هي الأساسية، في كثير هويات تانية، بس هيدي الهويات اللي عم بتضيع الناس، بيروحوا بيقتبسوا هويات جديدة. فلذلك نحن واجبنا أول شيء أن نعيش هذه الهوية وأن نضوي عليها بالمجتمع، حتى نقدر نبشر العالم بهويتنا اللي نحن عشناها ل2000 سنة. فهناك مشكلة أساسية في الكنيسة، مشان هيك أنا اخترت هالموضوع، لأنه في مشكلة أزمة هوية، مش بس بالمجتمع، هناك أزمة هوية في قلب المجتمع الكنسي. يعني في ضياع، في سقوط تبني لهويات مش موجودة، ولذلك معظم المشاكل جاية من هالتبني للهويات وفقدان الهوية الأساسية. هذا الشيء الأساسي. شكرا أبونا. في بعد شي سؤال عند الحضور، عند الشباب الطلاب؟ أبونا داماسكينوس عنده بعد سؤال. سوري أبونا كترت عليك اليوم. عندي سؤال تحديدا عن الهوية، ما اللي هي الهوية الرقمية. إذا أنا فهمت صح، نحن نعيش حاليا في عالم موازي، أو معظمنا في عالم موازي للعالم الحقيقي اللي هو العالم الرقمي، وهالعالم وصلنا لوقت ما بقى فينا نتجاهله، لأنه يمكن 90 أو 95% من البشرية هي بتستعمله كثير. فكيف نحن بدنا نشهد بهذا العالم الرقمي؟ يعني البشارة غير، نعرف هلا الكتاب مثلا الورقي صار هو تقريبا موضة قديمة، كل العالم بتقرا PDF أو بتقرا على النت. كيف أنا بدي أوصل لهدول الأشخاص اللي هم غرقانين بهالعالم الرقمي بطريقة يمكن مبالغ فيها؟ هل فيني أعمل شيء؟ هذا سؤال مهم جدا، وهذا يتطلب بحث كبير. لذلك بعتقد الكنيسة اليونانية من أسبوعين بالاحتفال الثيولوجية أثاروا هالموضوع وعملوا محاضرات كثيرة عن الهوية الرقمية وكيف نعالجها بالكنيسة الأرثوذكسية. فبعتقد حتى تكون النظرة شاملة يجب أن تكون هناك مؤتمرات ودراسات حول الهوية الرقمية، لأنه الهوية الرقمية استخدام التكنولوجيا واستخدام كل هالأشياء، الإنترنت كذا، هي مفيدة جدا جدا. نحن هلا عم نحكي عن الإنترنت، ولكن انه كيف تماهي الهويه مع الهويه الرقميه، انه بيوصل الانسان لواقع افتراضي بغربه عن ذاته وعن الله. هون المشكله اللي يجب الكنيسه ان تقوم بدراسات معمقه لنسمح كيف الانسان بيحافظ على هويته ضمن هالهويه الرقميه في عالم افتراضي. هناك العالم الافتراضي اللي خصوصا للجيل الجديد هذا لازم هالشيء هذا يكون موجه للشباب اللي كثير كثير التصقوا بالعالم الرقمي وصار جزء من تفكيرهم. يعني فهيدا انا بعتقد يعني ما بقدر واحد يجاوب بطريقه مختصره، انما يتطلب. كنت عم بسمع بعض المحاضرات باليوناني من هالموضوع هذا، بعتقد اسمعوهم موجودين في منهم على الانترنت، سمينا اللاهيوليه الغير الماديه يعني الافتراضيه. وهذا يفضل، وهذا اللي طرحته ابونا شيء مهم جدا، وبعتقد انه لازم بيستوجب الواحد يبحثه اكثر واكثر. طيب باسم الحضور هون ابونا ميشيل بنشكرك اليوم على هالمحاضره فعلا هالامسيه معنا، ونتمنى دائما نشوفك هون بالمعهد وتشرفنا بحضورك هون معنا، ونقدر نستفيد من معرفتك وعلمك اللاهوتي ومن العمق الروحي اللي عندك اياه. فباسم ابونا العميد والضيوف والاباء الحاضرين وكل الطلاب بنشكركم ابونا، والى اللقاء قريبا ان شاء الله. بتشكر العميد وبتشكرك الك وبتشكر الاساتذه والطلاب، وانا بعتذر اني ما قدرت اقضي وقت اطول معكم بسبب انه اطلعوا قرار انه نسافر بسرعه، فنعتذر وان شاء الله نكون لقائنا اكثر بالايام المقبله. يعطيكم العافيه. الصوت هون قبل الصوت فيسبوك.